FM. الكلمة ليك. هو احنا نقولوا كلك سواء معناها شنو نجاح ولا اخفاق حركة النهضة التونسية باش تحمسوا ليه. ما نحبوش حركة النهضة تكون على الربوة تتفرج داخلة في الربح خارجة من الخسارة. لا، نحبوا حركة النهضة تتحمل مسؤوليتها معنا في حكومة وحدة وطنية في الظروف الصعيبة اللي تعيشها البلاد. كما كانت في حكومة حبيب سيد. كما أكثر. لا أكثر. معناها بتمثيلية تتماشى مع نتائج الانتخابات الشعبية. أقل شيء يكون أربع وزارات. أربع وزارات على الأقل شيء. أنا كنت نحبذ باش يكون أكثر. باش يكونوا 10 من نيدا تونس وثمانية من نهضة باريكزومبل. هذايا شنو حبيت. أما زادة سي تريز انتريسون باش يكونوا زادة أحزاب أخرين مشاركين. احنا في نيدا تونس كان نجحنا باش نقولوا نجحنا للبلاد والنهضه هي روضناها وهي قربت لطريقه المجتمع التونسي واحنا نجحنا بالنهضه وكان اخفقنا معنا والنهضه تتحمسوا اللي تنتع معنا في الاخفاق مش كابافان الكلمه ليك.